اروح لمين؟ ايهاب امين ضيفنا، بنرحب بيه في البدايه. طبعا نجم كره السله المصريه، منتخب مصر والنادي الاهلي. ايهاب امين، اهلا بيك. ايهاب اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك بنورك. انا عايز اقول لحضراتكم ان كره السله لعبه غنيه بالمهارات، يعني مليانه مهارات. فلما يبقى في لعيب موهوب الناس بتحبه والجمهور بيحبه. ايهاب امين احد المواهب اللي جت في تاريخ كره السله اللي احنا مش محتاجين نتكلم عنها كتير. ايهاب صح ولا لا؟ الحمد لله، يعني لسه بدري في الكارير بتاعي، وان شاء الله يعني السنين الجايه يبقى فيه احسن كمان ان شاء الله. ايه قصه ايهاب امين؟ اروح لمين وايه القصه دي؟ احكي لي. يعني الموضوع كوميدي جدا. هو يعني اول ما رجعت من امريكا على النادي الاهلي، كان اول ماتش الزمالك في الكاس دور 16، ودي تقريبا يعني كانت اول مره يعني ارتباطي مع الجماهير. ماتش الزمالك كسبناه الحمد لله، والحصل فيه طبعا الواقعة الشهيرة، موضوع الكوبري ما هنتكلم فيه ده. بالظبط. فبعد الماتش بقى ده، من ساعتها هو الجماهير خلاص بتناديك بالنداء ده. روح لمين. انا عايز اقول لك ان في الماتش ده انت ما عملتش حاجه غلط، يعني انت فنيا ما فيش حاجه تمنع ان انت تحط الكرة كده. انت كنت بتاخد الكرة ورايح على السايد لاين انا فاكر، فهو اتقفل لك السايد لاين. فانت لو طلعت تطلع بالكرة بره، فما لقيتش اي طريقه غير انت تلعبها من بين رجل اللاعب وتلف تاخدها من الناحيه الثانيه. فمش ده اللي حصل ولا انا غلطان؟ بالظبط. وانا يعني اكيد مش هبقى ده اللي قلته قبل كده، مش بقى مفكر ان انا يعني هو اللي هيحصل، انا هو هيفتح رجله فانا لا. هو انت بيحصل حاجه في ثانيه واحده بتروح انت مرياكت عليها، فهو ده اللي حصل في الوقت ده. ويمكن حصل في بطوله افريقيا نفس الكره، حصلت السنه اللي فاتت في الدوري في كذا ماتش تاني. يمكن ما حصلش الضجه ولا صحيح الكلام عليها زي ما حصل في الماتش ده بالذات. وحصل بتقول حصل في افريقيا، وفي افريقيا الاخرانيه، بطوله افريقيا الاخرانيه عملت نفس الكوره. يعني بتحصل في الـ NBA، بتحصل في دوريات كتير، ما بيحصلش اللي حصل يعني. وده اكبر دليل ان ما فيش عقوبات اتوقعت عليك، لان انت ما عملتش حاجه غلط. طبعا. لا يعني دي مهاره عاديه جدا. يعني انت بتحط الكوره ساعات بنلاقي حتى باصه من بين رجل اللعيب اللي قصادك عادي. لا دي بتعمل كتير كمان دي، بس جمهور الاهلي خدها وقلبها موضوع كده حلو يعني، وعمل ارتباط، وكان ده بدايه التعارف بينك وبين جمهور النادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم عن قصه انضمامك للنادي الاهلي. ايهاب احنا عايزين نجيب كلام ما قلتوش قبل كده. انت يمكن ظهرت في برامج واتكلمنا ويعني بس احنا بقى عايزين نجيب بقى كلام اللي ايه اللي هو ما بيتقالش في اي حد. انت كنت في امريكا كواليس بقى، انت كنت في امريكا وكنت بتلعب في جامعه كويسه جدا من توب 5 يعني، يمكن هناك في الان سي دبليو اي، برغم ان انت ما رحتش عليها، انت رحت على جامعه صغيره وبعد كده هم اللي طلبوك. جيت ازاي النادي الاهلي؟ يعني هو انا في الاول خالص كنت في امريكا بخلص اخر سنه في الجامعه خلاص في الاخر، ما كنتش يعني في حساباتي خالص ان انا ارجع العب في مصر السنه، اول سنه بعد الجامعه بعد التخرج. فكنت راجع اجازه يعني، يمكن قبل حتى ده كان الزمالك بدا يتفاوض معايا وانا في امريكا نادي الزمالك، وكنت يعني سايب الموضوع كده. بس يعني كنت عارف ان انا مش هرجع مصر يعني، ما كانش اوبشن بالنسبه لي. كنت عايز اروح اوروبا. كنت عايز اروح اوروبا، كان جاي لي فرص هناك، كنت عايز يعني كنت عايز ابدا مشواري هناك حتى لو واشوف الدنيا هتمشي ازاي، تجرب ده كاريرك. بالظبط. كنت لسه كمان 23 سنه، فكنت حاسس ان انا صغير. ولسه صغير الحمد لله. فدي البدايات. بعدين رجعت اجازه بقى في شهر 7، كانت بالنسبه لي اجازه عاديه اللي هي اجازه الصيف. بالظبط. هرجع اخد اجازه وبعدين هرجع امريكا تاني اتمرن واجهز عشان السيزون الجديد. ايجنت يوديك في اي حته. بالظبط. وكنت ماضي مع ايجنت وقتها وما كانش مصري. و اللي حصل بقى ان انا لما رجعت مصر بدات اتكلمت مع كابتن مرعي في اسكندريه، كنت اجازه في البيت. طبعا اسكندراني. طبعا اسكندراني طبعا، اسكندريه والبحر وبتاع. بالظبط. وكابتن مرعي كان ماسك سبورتنج ساعتها. لا كان وقتها الاتحاد. كان وقتها الاتحاد. واتكلمت مع كابتن مرعي وحصل، واتكلمت مع نادي الاتحاد يعني وباشمهندس مصلحي وكل الناس. وضع طبيعي ان يتفاوضوا معاك. بالظبط. وبعدين بقى دخل في الصوره لما النادي الاهلي دخل في الصوره، اخر نادي دخل في الصوره. يعني انا ما فكرتش طبعا وقتها كتير، الموضوع يمكن خلص بسرعه، ان انا يعني كان بالنسبه لي شرف يعني انا في النادي الاهلي ونادي كبير جدا. وبرده هو اخويا الشريف، اخويا الكبير دكتور شريف امين، هو اللي يعني مسؤول عن كل حاجه تقريبا في الكارير بتاعي، من اللي اروح العب فين، هعمل الحاجات دي. فهو دي معلومة جديدة. هو أكبر منك بقد إيه؟ لا بكتير، هو 39. بسم الله ما شاء الله. يعني فهو متبنيك، هو يعتبر والدك، أو يعني طبعا ربنا يعني يكرمك. والدي التاني. والدك التاني. بالظبط. طيب وهو قال لك إيه بقى لما هو أهلاوي طبعا أكيد. طب قال لك إيه لما الأهلي دخل؟ هو عيلتي كلها أهلاوية. فعلا. هو بابا وماما. أهلاوية جامد. اتفرجوا على ماتشات الكورة وكل حاجة. يعني بابا مش بيتفرج على الرياضة أصلا. تقريبا. بس أهلاوي. بس والدتي هي الأهلاوية يعني. تابع الأهلي جامد. طب شريف قال لك إيه؟
هو شريف طبعا هو انا يعني هو انا ما باخدش الكره لوحدي، هو ما بياخدش الكره لوحده، بناخده مع بعض. وكان في عوامل كتير قوي يعني، ان هي رشحت ان انا انضم للنادي الاهلي، طبعا الجماهير، النادي، المدرب وقتها كابتن اشرف توفيق كان ليه دور كبير قوي ان انا انضم، كابتن جرحي، كابتن طارق الغنام، طبعا كابتن عادل لقاي وقتها برده قعد مع كابتن عادل لقاي، كلمك كلمني وقعد مع شريف برده كذا مره. واعتقد هو ده يعني من كان من اهم العوامل. بس يعني يعني كابتن عادل القيا مش مهندس صفقات بس كرة القدم، ده كان مهندس صفقات كرة السلة كمان. وهي يمكن وقتها كان كل الناس بتتكلم ان عمر مع كابتن عادل بيخش في اي صفقة، صحيح في اي صفقات بيخش العاب اخرى بس نادر. بالظبط. فبالنسبه للموضوع برضه هو سهل الموضوع قوي على لما قعد معاك قال لك ايه؟ طيب لا هو قعد مع شريف، قعد مع شريف قال له انا زي ما قلت لك انا بحاول. شريف هو شريف اللي هو يعتبر وكيل اعمالك. طب لما قعد مع شريف قال له ايه؟ انت فاكر شريف جه قال لك ايه او حاجه؟ هو يعني هم اتكلموا طبعا في عدد السنين والمبلغ وكل ده، وطبعا اتفقوا في الاخر، واضح انهم اتفقوا يعني طبعا. بالظبط. بس هو الحاجات اللي ريحتني زي ما قلت لك وقتها يعني النادي كان رايح في حته استقرار، واللعيبه اللي كانت جايه صحيح كتير، وكابتن اشرف كان بيحاول يبني فريق. بالظبط. وانا كنت راجع كنت عايز اكسب بطوله. وما زلت يعني لسه هو ده الهدف ان شاء الله، ان انا قاعد في النادي ان انا عايز اكسب بطوله. بالنسبه لي ان الدوري في النادي الاهلي يعني انت مش بس باصص لادائك الكويس اللي انت بتاديه، لا ده انت كمان يعني عايز تحقق بطولات. طبعا هو يعني كلعبه جماعيه اللعب الفردي ده، هو انت بتلعب كويس عشان فريقك تكسب. اللعيب الفردي اللي بيأدي كويس وفريقه بتخسر عادي، هو زي مبسوط. لا وحتى مش مهم هو مبسوط ولا مش مبسوط، هو اداؤه مش مفيد. فهمت قصدك. لا بس مش شرط على فكره، مش شرط انت بتلعب لعبه جماعيه، انت ممكن تكون ادائك مفيد بنسبه 80% 20% الفاضلين ممكن عدم توفيق. هنتكلم عن اللي حصل السنه اللي فاتت، بس مش شرط، بالعكس والله. يعني انت ساهمت مثلا في الدوري المرتبط السنه دي، يعني ادائك كويس ده طوبه من في مبنى بتبني عليه بقى حاجات تانية، او ممكن تبقى حاجات خارجه عن ارادتك. الاصابه اللي انت تعرضت لها السنه اللي فاتت، كسر طبعًا في طبعا لا انا السنه اللي فاتت تعرضت لاصابات كتير، كسر صوابعي، كسر. لا استنى قبل السنه اللي فاتت، انا عايز بس اخلص حته الامضاء. انت شريف قاعد مع كابتن عادل القيا وخلاص خدتوا قراركم مع بعض، وانت النادي الاهلي بتقول خلاص دخل في القصه، انا دي كانت انتهى الموضوع، نسيت اوروبا، نسيت كل حاجه وفضلت النادي الاهلي. بالظبط. يمكن ما سافرتش حتى، ما رجعتش امريكا، كمل تمرين ويعني لغيت كل حاجه بس دي كانت مفاجاه، خلي بالك، لانه الموضوع خلص في زي ما بيقولوا في عشيه وضحاها. يعني في ثواني اوب بإيهاب امين معانا، فواضح ان كان في استجابه سريعه منك. طب هل رغبتك دي نقلتها لمسؤولي نادي سبورتنج او مجلس اداره نادي سبورتنج؟ طبعا نقلتها، واعتقد هو ده اللي يعني سهل الموضوع برده وقتها ان خلص بسرعه. عاده في الباسكت مش زي الالعاب الثانيه، ان انت عندك تحت 26 النادي بتاعك مش سهل ان هو يسيبك. بالذات ان في سبورتنج وقتها كان بيحاول ينافس ويبني فرقه هو، فانا لو قعدت في مصر هم كانوا يتمنوا يعني، وانا بالظبط. فانا كنت هقعد في، لو كنت هلعب يعني كنت في مصر كنت بفكر في نادي سبورتنج، بس النادي الاهلي الحاجات اللي حصلت، وطبعا رغبتي ان انا كنت عايز اروح النادي الاهلي برغم محافظه ثانيه غير محافظتك والكلام ده كله، سهلت الامور على نادي سبورتنج. وحبك للنادي الاهلي باين. طيب انا كل ما امشي في الشارع وانا جاي النهارده وقابل جمهور النادي الاهلي وعلى صفحتي وعلى صفحه القناه يا كابتن هيثم اسال ايهاب عن التجديد يا كابتن هيثم من فضلك اساله عن التجديد. ده يعني ايه قصه التجديد ده؟ يعني انت طبعا عقدك قرب يخلص، هل يعني انا مش عايزك تتكلم؟ هو مفيش كلام طبعا، يعني زي ما انت عارف انا اول ما جيت مضيت 3 سنين مع النادي الاهلي، لعبت سنتين، والسنه دي اخر بالظبط اخر سنه في عقدي. ما حصلش يعني، هو لسه ما حصلش اي حاجه اوفيشال ما بيني انا لسه في سنه في عقدك. بالظبط. فهو لسه في سنه في عقدي. كذا حد برضو اتكلم معايا. لو المسؤولين في النادي الاهلي كلموك وده اكيد ان شاء الله هيحصل، عندك اي مشكله في التجديد؟ لا لا طبعا. بالظبط. يعني انا بس عايز اقول انه اللي بيلعب في النادي الاهلي، انا يعني سبقتك بهذه التجربه، بس انا كان ليا تجربه يعني مختلفه شويه، بس كنت بكلم زيك، انا لو النادي الاهلي طلبني 100 سنه هقعد 100 سنه مش هفكر. الفكره يعني بس ان الناس مستعجل يعني بتسال انا ليه لسه ما جددتش، بس هو ما حصلش لسه كلام ما بين النادي حاجه رسميه ما بين انا والنادي لسه. صحيح، لان لسه فاضل سنه، ممكن بعد شهر 2 3 تبتدي المفاوضات معاه. هو اكيد بعد الـ بعد الـ بعد السيزون ان شاء الله يعني. اكيد اكيد، وانت ما عندكش مانع، وده ده يعني اكيد انت اضافه كبيره للنادي الاهلي، والرغبتين متلاقين ومفيش اي مشكله. يعني انا بس بطمن جمهور النادي الاهلي، ايهاب امين اهو معانا، وايهاب امين مكمل وان شاء الله وقاعد، وحب النادي الاهلي لا ينتهي، ولسه عنده كتير مع النادي الاهلي. طيب ايهاب، انا عايز اسالك بقى عن، نخش على يعني شابتر السنه اللي فاتت.
السنه اللي فاتت مرت ظروف صعبه على الفرقه طبعا، يمكن جمهور النادي الاهلي عنده تساؤلات، بيقول طبعا مجلس اداره فيه دعم وتواصل لفريق السله وبتاع الفريق، طبعا جمهور الاهلي متشوق للبطولات. السنه اللي فاتت مرينا بظروف صعبه، كان بيبقى عندنا 8 اصابات مره واحده، انت كنت منهم. كلمني، هل البادلك او الحظ السيء اللي قابلكم السنه اللي فاتت ده كان عامل مهم جدا ان النتائج ما تبقاش على قد ما جمهور النادي الاهلي عايزها؟ اه طبعا، يمكن كان هو العامل الاساسي اعتقد السنه اللي فاتت، يمكن اثر على مستوى الفريق قوي الفتره اللي كابتن اشرف كان ماسك فيها الفرقه، يمكن كان عنده سوء حظ رهيب. صح، يعني صح، رهيب. كان تقريبا انتوا كنتوا حاسين بده؟ اه طبعا، يعني كل لما لعيب كان بيرجع كان لعيب تاني بيقع. كان عندنا مشكله كمان طبعا زي ما حضرتك عارف، الارضيه بتاعت الصاله عندنا صعبه شويه. انا سمعت انها هتتغير ان شاء الله. بالظبط، فيعني ده اعتقد ان شاء الله لما تتغير الفتره الجايه هتفرق جدا. اه طبعا طبعا يعني. بس خلي بالك يا ايهاب، كان اصابات غريبه عندك، انت كسر المراخير ده يعني. لا انا كانت قصه ثانيه خالص، انا مراخيري اتكسرت مع المنتخب، رجعت صبعي اتكسر في ماتش الاتحاد. السنه اللي فاتت كانت صعبه. انت مش متهم، انت من يعني الناس بتقول عليك ان انت بتلعب لعب يعني مقاتل في الملعب، وبتضحي بكل غالي ونفيس في الملعب عشان تكسب، وده سبب اصابتك. ترد على الناس دي تقول لها ايه؟ هو اعتقد هي جزء من اللعبه، الاصابات جزء من كل الرياضات مش باسكت. صحيح. بس يمكن باسكت ناس اخذه فكره عنها شويه ان هي مش فيزيكال، بس هي يعني فيزيكال جدا، وبالذات لما بتلعب ليفل عالي يعني الدوري المصري مع المنتخب، بطوله افريقيا، البطولات دي الفيزيكاليتي بتاعتها عاليه جدا. وانا يعني زي ما انت بتقول ما بعرفش العب اللي هو يعني على قد الماتش، او انزل العب. صحيح. واحده واحده، انا لا، يا اما العب هنا يا ما العبش خالص، يا اما انزلش. فانا وانس ان انا نزلت الملعب خلاص، ما يعني بقدرش اتحكم في نفسي. صحيح. كره هنا هنزل اجيبها على الارض، هقع ارمي نفسي، اتعور، مش فارق معايا ايا كان المنافس وايا كان الدقيقه الاولى ولا اخر دقيقه. هي دي طريقه لعبي من وانا صغير، ويعني كل المدربين نموا فيها الحته دي كمان. يعني عمر ما جه حد قال لي لا خلي بالك على نفسك، العب بالراحه كده، لا دايما كل المدربين بتشجعني وبيحفزوني ان انا اكمل وازود كمان طريقه لعبي. طب قول لي يا ايهاب، انت مع منتخب لعبت بطوله افريقيا الافرو باسكت اللي فاتت، وانت كنت هداف البطوله يمكن لاخر مباراه السنغال لعبتها، انت كان المنافسه بينك وبين ديانج لاعب منتخب السنغال اللي كان بيلعب في الام بي اي، وانت لولا ان هو وفق وحط 30 بونت في النهائي انت كنت هتاخد الهداف بالرغم ان انت لعبت 4 ماتشات بس، صح الكلام؟ بالظبط، هو مازال لسه بيلعب في الام بي اي ديانج، لعيب كبير قوي يعني. تقريبا في التوب 5 في بطوله افريقيا اخر 10 سنين. صحيح، ويمكن منافستك معاه لاخر ماتش برغم انه لعب ماتشات اكتر منك، ده يدل الحمد لله ان انت يعني اضافه قويه جدا لمنتخب مصر. كان نفسك تاخد هداف؟ يعني كان نفسي نكسب طبعا، دي اهم حاجه، ان احنا على الاقل كان الجول بتاعنا ان احنا نوصل للمربع طبعا. يعني ده احنا فتحنا بقى سكه المنتخب نتكلم فيها شويه. لا طبعا، طبعا احنا كنا منتخب صغير جدا. كابتن احمد مرعي يمكن باين من اختياراته ان هو، ودايما لما كان بيكلمنا في الاجتماعات وفي كل حاجه في تجمعات، ان هو بيبني منتخب. احنا تقريبا كنا اصغر معدل اعمار في البطوله. نعم. عندنا دوله، بيبو، يعني اكبر واحد هيثم كمال الكابتن اتصاب. بالظبط، اتصاب وما جاش. عمرو الجندي كان الكابتن في البطوله 30 سنه بالظبط، 30 سنه ده اكبر لعيب في البطوله. وعمر طارق معاه، وبعدين يوسف شوشه 28 27، باقي كله تحت 25. نعم. فمنتخب صغير جدا طبعا. ما انا مش بحاول يعني اعمل اكسكيوزز للنتيجه اللي حصلت طبعا. هي غير مقبوله، واحنا يعني متضايقين الجهاز واللعيبه وكل حاجه. بس برضو كابتن مرعي كان كل وقت ان هو بيتكلمنا ان احنا بطوله افريقيا دي بنحضر لتصفيات كاس العالم، وان احنا الجول الطويل بتاعنا ان احنا نوصل كاس العالم وننافس كاس العالم. فدي احنا كنا عارفين ان هي خطوه طبعا. حصل حاجات كتير قوي، ان انس مثلا اتصاب في اول 5 دقائق. بس برضه ايهاب اكلمك بكل امانه، يعني الاعداد للبطوله كان ضعيف جدا. طبعا طبعا، هو حصل عوامل كتير. هي دي ما فيش حاجه بتحصل على طول، هو حاجات كتيره حصلت في نفس الوقت ساعدت ان المستوى يعني ان هو ده اللي يحصل. طب ليه المشكله لما عدكم كويس كمنتخب؟ انا عارف ان الجول بتاعي هو الكواليفيكيشن جيمز بتاعت الوورلد كاب، انا فاهم ده، بس ايه المشكله لما جت لي بطوله اكسبها؟ يعني على الاقل اتعدلها صح لما اعمل معسكر قبلها بشهرين ثلاثه وابتدي اسافر واعمل معسكرات، بتهيألي افضل كتير من ان انا اعمل دوري 10 شهور. انا مش عايز رد منك، انا بقول يعني الاحسن ليه ما اخدش في البطوله بدل ما اخد المركز ال 11 ما اوصل مربع، وده برضو اعداد يعني، ما بقولكش خد البطوله، بس انتوا تعديتوا اعداد ضعيف جدا يعني، بطوله الاردن مش ده الاعداد اللي هتروح له ابدا. فهل انتوا الاعداد ده اللي كنتوا عندكم وقت اطول كان ممكن يبقى النتائج احسن؟ اه طبعا، يعني الاعداد طبعا
بيبقى ليه جزء كبير قوي من اداء الفرقه واداء اللعيبه كتيم مع بعض في اي بطوله. ويمكن اعتقد طبعا زي ما حضرتك سمعتك بتتكلم قبل ما اجي هاند بول، يعني صحيح هاند بول اعتقد ان مفيش يعني صحيح. طول السنه بيلعبوا متجمعين طول السنه طول السنه عندهم على الاقل يومين في الاسبوع مع بعض، يطلعوا يلعبوا ماتشات، عندهم بطولات وديه، عندهم بطولات رسميه. يمكن احنا عندنا الدوري طويل شويه فده بيأثر على المنتخب، بياخد من وقت المنتخب بالظبط طبعا بياخد من وقت المنتخب، فالموضوع عندنا اصعب شويه. صحيح. وخليني بس عايز اتكلم معاك بقى في الدوري المصري والمحترفين الاجانب، بس خليني اطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين اطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع نجم كره السله المصريه ايهاب امين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد بكمل حوارنا مع ايهاب امين. ايهاب، عايز اسالك، ما ينفعش تبقى معايا ما اسالكش عن كل حاجه بقى. اتفضل. انت رايك وجود المحترفين في الفرق في الدوري مفيد ولا مش مفيد؟ هو هنا اختلف طبعا الاراء كتير يعني، بس انا كرأي انا كلعيب اللي هو ملوش راي مش بالزبط. مهم خالص، لا مهم بس يعني مش صاحب قرار بالظبط. طبعا مهم جدا، وانا بايد ان يبقى في يعني لو ينفع اعتقد كانوا بيدرسوا، اعتقد الاتحاد المصري كان بيدرس 2 محترفين السنه الجايه او اللي بعديها. طبعا ده هيعلي الدوري وهيعلي اللعيبه التانيين. في ناس يمكن وجهه نظرها ان هو هياخد من لعيبه، بس انا اعتقد ان هو هيعلي الدوري وهيعلي المنافسه وهيعلي اللعيبه، والدوري هيبقى متشاف، وده في مصلحه المنتخب في الاخر مش في مصلحه اللعيب الاجنبي اللي جاي. هو ده في الاخر هيبقى في مصلحه المنتخب. طب في وجهه نظر بتقول لك ان لما يبقى في 2 اجانب في الملعب هياخد مكان 2 مصريين، والاثنين مصريين دول انت كده خدت 40% من قوه الفريق اديتهم لجنسيات تانية، فاصلا منتخبنا متعثر، فما بالك بقى لما يبقى في اجانب؟ هتعمل دوري قوي، بس فرحتي بدوري قوي بس المنتخب ضعيف، بدليل كره اليد ما فيهاش اجانب. كل يعني هو اعتقد كل دوريات العالم دوريات محترفين، ف يعني لما يبقى دوري مصري من غير يعني من غير محترفين محلي بس، انت كده قافل على نفسك وبتلعب لوحدك. لكن لما عادي ندخل محترفين الدوري هيجمد، ده رايي. والله بص يعني انت تتمرن مع حد كل يوم، كل يوم تتمرن مع محترف 1 اون 1، محترف 2 اون 2، انت كل يوم مستواك هيعلى. بس انت محتاج تلعب، يعني كره اليد لعيب محترف من قايمه 24 لاعب، اتفاهم كده برغم ان هو ممكن يجيب اكتر، انما كره السله يبقى عندي 2 من 14، اقسم 2 على 14 يعني 1 على 8، يعني تمن الفريق اجانب. لا النسبه المؤثره انت بتبص على المنتخب، فمش عارف انت وجهه نظرك برضو محل، وفي وجهه نظر انت ليك يعني او ضد، لا ده احنا عايزين يبقى الدوري كله بيور مصريين، فانت شايف كلاعب ده في سنه حتى لغوا المحترفين خالص ده انا يعني. كنت بلعب السنه دي مفيش ولا واحد انا كنت بلعب كده، وقعدت سنين على فكره رجعت سنين. طيب انت شايف طول فتره الدوري وان احنا نلعب بلاي اوف في الوقت ان احنا ما قلناش في افريقيا بنلعب بلاي اوف، انا برضو عايز اشوف الامباكت عليك او المردود ده عليك كلاعب. دوري 10 شهور انت اكيد بتطلع مجهد، ولا انا غلطان؟ انت يعني بتحس بده ولا بتقوله لا احنا كويسين ونقدر نكمل السنه كلها؟ لا طبعا بنحس باجهاد كبير. يمكن الفيبا مع المسابقات الدوري في مصر مش في سينك مع بعض خالص. يمكن احنا السنه اللي فاتت تقريبا اخذنا السنه كلها ال 12 شهر تقريبا مثلا اجازه اسبوعين، وده يمكن عشان خسرنا السيمي فاينل كمان. يعني لعيبه الاتحاد ولعيبه الزمالك خدوش راحه، اخدوا اسبوع تقريبا ما بين السيزون والسيزون، يعني ولا عندهم اوف سيزون ولا عندهم بري سيزون ولا يعني ما عندهمش اي، هم بيخلصوا السيزون ده على طول ياخدوا الاسبوع اتجمعوا مع المنتخب عشان يتجهزوا لبطوله افريقيا، رجعوا من هنا لازم يتبدأوا مع النادي عشان اللي عنده بطوله عربيه او اللي عنده منطقه القاهره او اللي عنده دوري مرتبط هيخلصوا هنا نبتدي السيزون. وبعدين صحيح. في الاجازات بقى في شهر 11 و2 الاجازات الدوليه هم هيروحوا يتجمعوا مع منتخب ويلعبوا بطولات يخلصوا الصيف عندهم تصفيات كاس عالم، فالموضوع طبعا بيبقى صعب جدا. صعب ومجهد، لانه طبعا انت محتاج دايما طول الوقت تدي الفول باور بتاعك، تدي يعني زي ما بيقولوا تيك اوف باور زي ما بيتكلموا في عالم الطيران، طاقة الإقلاع، اللي أنت دايماً شغال ماتشات وكله عايز يكسب. يعني النادي هتلاقيه برضه عايزك تكسبه والمنتخب عايزك تكسبه، بس خلينا نشوف الفترة الجاية. طب تصفيات كأس العالم، هل كابتن مرعي اتكلم معاكم؟ إحنا عندنا ويندوز جاية في نوفمبر. الإعداد اتكلم معاكم فيه ولا لسه ما حدش اتكلم ولا إيه الوضع؟ إحنا مش هنلعب الويندو بتاع 11 إحنا مصر القرعة إن إحنا أنت بيبقى 3 ويندو في الأول، كل بلد تلعب 2، فاحنا هنلعب بتاع شهر 2 فبراير وشهر 6. كويس. فاحنا 11 ده اعتقد هيبقى اعداد بس، يعني هنتجمع طبعا كمنتخب
كان في كلام ان احنا هنلعب بطوله عربيه منتخبات في الكويت لسه مش عارفين ما اكدوش علينا قوي بالظبط. فاعتقد لو مش هنروح برضو اكيد المنتخب هيتجمع ونعسكر في القاهره، مش عارف لسه بالظبط ايه البلان، لسه ما تجالكوش الاجنده هتبقى ايه شكلها بالظبط. كان احنا اول ويندو لينا فبراير بالظبط، نوفمبر مش هنشترك بالظبط. ويندو بتاع فبراير و6 هنلعب 3 ماتشات، هم نفس الفرق هنلعبهم في فبراير هنلعبهم في 6. ما طبعا ما انتوا نفس المجموعه، مجموعه بالظبط، انتوا هتلعبوا 2 ويندوز بس صح ولا 3؟ في الاول هنلعب 2 ويندوز، احنا 4 فرق بياخدوا الثلاث فرق بنفس النقط. طب انت شايف حظوظنا ايه؟ احنا معانا السنغال صح بالظبط، ومعانا الكونغو الديمقراطيه وكينيا ومصر. طيب مجموعة كينيا صعبه جدا جدا. كينيا في بطوله افريقيا اللي فاتت خدت المركز ال 12 ورانا على طول، عملت مفاجاه كينيا. لا واحنا خدنا ال 11، يعني كينيا قريبه منا جدا، كسبتنا البطوله اللي فاتت، كسبت انجولا في تصفيات افريقيا قبلها بشهرين قبل بطوله افريقيا في ماتش مهم جدا، كسبوا انجولا في تصفيات، انجولا كانت كامله. لكن كينيا جامده، هي فرق افريقيا كلها 16 فرقه دلوقتي قريبين، يعني ما فيش زي زمان ان هو انجولا وتونس ومصر في حته وبقيه القاره لا، يعني تقريبا لا. ده انا عايز اقول لك ان تونس اصلا ما كانتش في حته، تونس لا انا بتكلم اخر 10 سنين بس، و10 سنين واخده بطولتين، تونس في تاريخها كله تقريبا واخده 3 بطولات بس، دي الثالثه في اخر 10 سنين. يعني هم واخدوا 2 ورا بعض في اخر 10 سنين. تونس اصلا كنا بنروح افريقيا احنا، يعني مع احترامي طبعا لتونس وهم عارفين كده التوانسه حبايبنا واشقائنا، لما كانوا بيتاهلوا في الدور الثاني من مجموعه ده كان بيبقى انجاز. انما للاسف يعني احنا التراجع ده. كينيا جامده، عندك الكونغو كذلك جامده طبعا، يمكن الكونغو هي اللي طلعت مصر في اخر كاس عالم، فرق ماتش على ارضنا وماتش الكونغو ده هو اللي ما وصلناش صح، ففرقه برده كويسه. السنغال طبعا قويه جدا برده كذلك طبعا، حدث ولا حرج. كم لاعب في الام بي اي في السنغال؟ لا كتير يعني انا شفت لاعب ليهم بيلعب في برشلونه كمان، ده البلاي ميكر الاساسي بتاعهم جارد رقم 4 بيلعب في برشلونه، شفت له ماتش من يومين، فرقه قويه جدا، فرقه قوي. فاذا انت وخلي بالك نتائجك في المجموعه مش بس تتاهل، لا انت عايز تكسب عشان تطلع بنقطك بالظبط. وبعدين احنا لما نتاهل من ترد على انجولا، مجموعه انجولا بالظبط، انجولا ومين فاكرهم؟ لا مش فاكر للاسف، بس هترد على مجموعه انجولا بالظبط. فهو انت مهم قوي ان انت تكسب الماتش، يعني لو طلعنا التالت تقريبا احنا ما فيش اي حظوظ ان احنا نتاهل، تطلع فاحنا لازم نطلع اول او تاني بالظبط، فاحنا لازم نطلع اول او لا قدر الله تاني عشان يبقى عندنا فرصه، مع عشان انت لما بتروح الناحيه التانيه مش بتلعب رابع، انت بتلعب الفرق اللي متاهله اصلا، ففرقه كسبانه وطلع بارقام كويسه بالظبط، يعني طلع بنتائج كويسه عشان تاهلك بالظبط، هيبقى عندك مشكله. يعني كويس انتوا حاسين بالكلام ده طبعا، طبعا يعني لازم اعداد نار، اعداد نار. وطبعا يعني تصفيات كاس العالم الماتشات يعني حياه وموت، يعني كل لعيبه المنتخب طبعا يعني بيشتغلوا طول السنه ويمكن طول حياتهم عشان يلعبوا كاس عالم واولمبياد، ده الجول يعني. طب قول لي يا هاب، انتوا رحتوا هناك ما اتمرنتوش على ملعب البطوله صح؟ ده حقيقي، مرنتوا على ملعب اسفلت. ده حقيقي. طب اخبار وصلت لكم يا باشا؟ لا بص احنا يعني احنا شغالين في الاعلام يا كابتن. لا اصل احنا شغالين في الاعلام عارف. طب قول لي انتوا رحتوا وبدري عن البطوله اسبوع وكان المفروض تعملوا ماتش مع رواندا، ايه اللي حصل؟ بالظبط، احنا يمكن تاني فرقه وصلت هناك، رحنا بدري قبل البطوله باسبوع زي ما قلت. يمكن هي دي التنظيم بتاع البطوله، قعد 8 فرق في كيجالي اللي هي العاصمه بتاعه رواندا، و8 فرق في مدينه 50 دقيقه بره كيجالي. ليه؟ والله دي حاجه يعني غريبه جدا. يعني دلوقتي انا كده بحط 8 فرق بره والملعب هو نفس الملعب، انا افهم ان انا احط الفرق في مدينه ثانيه ويبقى الملعب بتاعهم جنبهم بالظبط زي ما كنا بنلعب في افريقيا طول عمرنا، انما ان انا اجي من بلد دي. طب ليه ما اعترضتوش مثلا؟ لا طبعا اعترضوا كابتن وائل، اعترضوا كابتن وائل لطفي كان رئيس البعثه، بس برضه غياب رئيس بعثه، ما كانش في رئيس بعثه كمان، ما ده برضه قصه ثانيه بالظبط. طيب كابتن وائل لطفي قال ان هو اعترض طبعا اكيد، والمنتخبات السبعه اللي معانا كلهم راحوا مع بعض في الاجتماع اللي هو بيبقى قبل البطوله واعترضوا طبعا. ورواندا يعني كيجالي بقت مدينه كويسه جدا يعني، وناميه اوروبا بالظبط، فعندهم كتير 5 ستارز و 4 ستارز في غير مفهوم بالظبط، المفهوم. لكن للاسف احنا قعدنا حوالي ساعه ل 10 دقائق بره، فكنا كل يوم الصبح نروح ونرجع، بس ما بتروحش الملعب الرئيسي لان التمرينه كانت ب 1500 دولار بالظبط. ده الاسبوع اللي قبل البطوله بس قبل البطوله بيومين طبعا ده طبيعي، لازم تتمرن على فرق على الملعب، ما انت مش هتشوفه في التلفزيون، فروحت تتمرن لك كام من دقيقه على الاقل بالظبط. طيب ما نجحتوش تعملوا ماتش؟ خلاص لعبنا لا لعبنا رواندا ماتشين وديين رواندا قبل البطوله، قبل البطوله يمكن اعتقد احنا ماتشين رواندا دول يعني من غيرهم كان ممكن يعني يحصل كوارث. ماتشين رواندا دول كانوا مهمين جدا بالنسبه لنا. رواندا كان فريق محترم جدا، عمل نتائج هايله. عملنا ايه في الماتشين والديين؟
اول ماتش كسبنا، تاني ماتش خسرنا بعد اوفر تايم معاهم لعيب في ريال مدريد. لا ده لا كاب فيردي، انا اسف. بس رواندا كان معاه في المجموعه كاب فيردي وانجولا وعملت وتاهلوا بالظبط، ويعني كسبوا كاب فيردي. كانت مجموعه نار، كانت اقوى مجموعه في البطوله، ورواندا طبعا بتلعب على ارضها. ده انجولا ما عرفتش تتاهل تالت بالظبط. ومدرب طبعا رواندا مدرب محترم جدا، سنغالي هو. فماتشين الودين دول فرقوا معانا جدا طبعا. كابتن مرعي ما كانش بيلعب ان هو يكسب الماتشات الوديه، يمكن لا برافو طبعا. ال 12 لعيب لعبوا تقريبا، كل اكتر واحد لعب كان 20 دقيقه واقل واحد 15 دقيقه. فالماتشين دول فرقوا معانا جدا، وكان نفسنا طبعا ان احنا يعني نلعب اكتر من الماتشين دول قبل ال، بس طبعا الظروف ما ساعدتكوش. طب الملعب الاسفلت كنتوا بتلعبوا فيه ما كانش طبعا ادمي خالص؟ لا كان صعب جدا الملعب الاسفلت والانوار، وكانت اجواء يعني كانت صعبه شويه. بس الجو كان حر ورطوبه. طبعا بس كانت صعب يعني، كان خلاص انت فاضل على بطوله افريقيا مفيش حل، اسبوع ست ايام انت يعني، انت لو في الاستوديو هنا هنتمرن مفيش بديل بالظبط. انت بتشتغل بقالك 3 شهور، ما ينفعش تيجي قبل البطوله خلاص وانت طالع يا جماعه مش هينفع عشان ركبي ظهري. كنا بنجري وبنتمرن عادي. انا شفت كابتن مرعي وسمعته كان بيقول ان احنا كان لازم نتمرن، الاولاد عملوا عليهم. وعلى فكره كابتن احمد مرعي شكركم يعني بصراحه، قال الاولاد عملوا اللي عليهم، وقالوا ان احنا ما بنطلبش منهم اكتر من كده الحقيقه، ده عملوا انجاز كبير. طب هتكلم عن ماتش تونس بالاخص، يمكن تونس هكلمك بكل امانه يا هبه، تونس من ايام ما كنت بلعب كان دايما احنا لينا دايما في الرياضه بيبقى في الكعب العالي بيبقى معروفه، بيبقى في نفسيا كده زي ما احنا مع انجولا بيبقى في حته نفسيه كده. بتضحك انت طبعا للاسف. يعني يمكن 2015 مع منتخب تونس طلعنا من انجولا في دور الثمانيه. السنه دي بطوله افريقيا طلعنا من انجولا في دور 16. من ايام ما كنت بلعب وكانت هي دايما تنط لنا في في في, في القرعه. طيب ماتش تونس احنا طلعنا 20 بونت في البدايه، مش هنقول 19 او 18، مش 20 بالظبط، وبعد كده يخسرنا ازاي؟ ايه اللي حصل؟ يعني يمكن احنا كنا بادئين الماتش كويس قوي جدا، بالذات تكتيكيا وفنيا الكابتن مرعي قرب ماتش كويس قوي من البدايه، وده ساعدنا ان احنا نوصل الفرق لغايه 20. زي ما اتكلمنا في اول حلقه يمكن احنا منتخب صغير جدا جدا، يعني في لعيبه تقريبا ده اول ماتش دولي ليها. صحيح بطوله افريقيا دي كان اول ماتش دولي رسمي، عزب لعيبه كتير. يعني كذا كذا لعيب. لا كيزو لعب كاس عالم. كيزو لعب كاس عالم اسبانيا. كيزو اول بطوله ليه كانت كاس عالم. لعب صحيح. يا خبر ابيض لعب تجري يا جماعه. ادم شويه دلوقتي خلاص. كيزو ادم يا خبر ابيض. لا بس في لعيبه كتير صغيره قوي قوي في المنتخب وما لعبتش ماتشات دوليه كتير، ودي بتفرق في الماتشات بقى الدوليه. ان انت يبقى لعيب دولي ولعيب محلي. احنا وصلنا فرق 20، كنا موفقين كمان في الاول من بره. صحيح بالظبط كنا بنجيب بالظبط، كنا موفقين جدا. ابتدينا الماتش دول جاب 3 ثلاثيات تقريبا في اول دقيقتين. وانت جبت بالظبط الماتش الثالث والرابع، يعني الشوط الثالث والرابع تونس الفرقه اللي بتلعب دي هم مع بعض حوالي بقى لهم مثلا سادس او سابع سنه، هم نفس اللعيبه بيتغير فيهم واحد او اثنين ماكسيمم وبس قوام. وده اللي كابتن مرعي بيتكلم ان هو بيحاول يعني يعمله الفتره الجايه، ان احنا مدرب منتخب بيتغير تقريبا كل سنه او سنتين ماكسيمم. المنتخبات الثانيه لو حضرتك تلاحظ كل مدرب منتخب بيقعد بالخمس سنين 10 سنين عشان يبني بالظبط، وبيتحكم عليه بعد الفتره دي. احنا مدرب بيجي يقعد سنه ما يوفقش، السنه اللي بعديها مدرب خلي بالك تونس لعيبه ثانيه جديده. تونس مر عليها مدربين كتير برضه، مر عليهم مدرب الوطن كابتن عادل. عادل تلاتلي طبعا. بس القوام ثابت، وهو كابتن عادل هو اللي بدا. برافو عليك انت قلت كلمه صح، هو اتمر عليهم عادل كابتن عادل، وجي بعد كده ماريو بالما، وجي بعد كده الكوتش الالماني او الكوتش اللي ماسكهم ده اللي كان ماسك منتخب المانيا، يعني مر عليهم 3 4 كوتشات في فتره، بس القوام ثابت. يعني 10 لعيبه ما اتغيروش، هم نفس ال 10 لعيبه، مع اختلاف بقى طريقه اللعب، مع اختلاف السيستم كل حاجه، بس هي اللعيبه ثابته وبيلعبوا مع بعض كل سنه. لا والاعداد كويس، يعني هم عندهم الدوري 5 6 شهور يا كابتن. طبعا مفيش الهرت اللي عندنا ده بصراحه، يعني 10 شهور لعب دوري بالمنظر ده برده حاجه قاسيه جدا. هم بيلعبوا كنت عايز اكمل بقى ان هم في الشوط الثالث والرابع تكتيكيا هم ذبحونا. يعني زي ما بيقولوا كده بجد ذبحونا الثالث والرابع. كنا مش عارفين نجيب باسكت، يعني وصلنا الران ان هم عملوا علينا ران تقريبا 15 0 ورا بعض. صحيح لعيبه خبره، لعيبه تقيله جدا. مايكل رول المحترف المجنس او اللاعب المجنس طبعا، يمكن تقيل قوي. اهم لعيب عندهم مايكل رول، لعيب امريكي اصلا. يعني مش تونسي، مجنس. وكنا بنتكلم في الموضوع ده في الفاصل، ان كل المنتخبات العالميه، منتخب اسبانيا سيرجي ايباكا ده من كونغو اصلا، وبيلعب في الان بي اي، وبيلعب في منتخب اسبانيا اللي هو الثاني احسن منتخب في العالم. مش ايباكا يعني ايباكا معهوش جنسيه اسبانيه بالظبط. ومش عيب. وكل يعني الفاينل بطوله افريقيا كان كوت ديفوار وتونس، احسن لعيب في تونس مايكل رول المجنس، واحسن لعيب في كوت ديفوار
كاستيلو المجنس الامريكي برضه. فهو كل المنتخبات بتستعين بلعيب مجنس عادي يعني، مش كلها يعني، في منتخبات معظمها مش عيب، هو ده عادي جدا يعني. بس خلي بالك برضو في ناس بتقول يعني ان احنا بلد ال 110 مليون، يعني احنا بلد ال 110 مليون، لما انا ابقى بلد 110 مليون وما عنديش ده، انا اصدر لعيبه عندي هبقى مين؟ ده انا عندي لعيبه بره كتير جدا جدا، عندي عبد النادر في الام بي اي، عندي لعيبه بس ييجوا، لا انا هبقى في حته تانية. بس هي الفكره كلها ان في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده، والحقيقه ده اتجاه وده اتجاه. ايه المصلحه؟ المسؤولين هم اللي يحددوا ايه مصلحه المنتخب. بس كويس يعني انت وضحت ان التاتو الرابع لعبوا علينا تكتيكيا، قفلوا كل حاجه، قفلوا كل حاجه، قرونا عملوا ادجستمنتس، واحنا كمان لما هم عملوا علينا الرن احنا ما كناش خبره ان احنا خلاص بقى نرجع، هم عملوا الرن بتاعهم خلاص بقى دورنا احنا، ما عملناش بقى احنا كده، هو الرن فضل بقى ماشي لغايه اخر الماتش، ومع ذلك خسرنا 6 بونت بس، فده كان انجاز كبير ليكم بصراحه. بس يعني احنا زي ما كنت بقول احنا وصلنا ل 20، الفرق وصل 20. طب خلينا نروح لماتش انجولا، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع هاب امين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. هاب اجي لك، يمكن انت رجعت من المنتخب، كان مستر اجوستي بوش تولى المسؤوليه في النادي الاهلي، كلمنا عن التمرين، كلمنا عن فكر الكوتش، يعني شايف ايه جديد؟ يعني في حاجات كتيره جديده، يمكن هو كان جاهز يبدا مشواره مع النادي الاهلي، يمكن بعد خسارتنا من ماتش انجولا تقريبا بساعات كان باعت لنا انا وعمر الجندي، عمر طارق وعمر عزب، ان هو فعلا بعد اخر ماتش على طول، يعني احنا كنا فاكرين ان هو مثلا ممكن يكلمنا بعديها باسبوعين او حاجه. قال لكم ايه؟ قال لنا هارد لوك وفيري توف لوس، وان انا مستنيكم في النادي، انا عارف ان انتم محتاجين راحه كذا يوم، السيزون بتاعكم كان طويل، مستنيكم واشوفكم يعني في النادي ان شاء الله. واخدنا ادانا 4 ايام اجازه ورجعنا بعديها على النادي. يمكن التمرين فيه حاجات طبعا كتير، يمكن هتاخد شويه وقت عشان احنا سيستم ديفنسيف بتاعه بالذات متغير كتير عن سيستم كابتن ماريو بالما بالذات. كان قريب شويه من كابتن اشرف بس هو بعيد قوي عن ماريو بالما. طب ماريو بالما ايه الاختلاف في الديفنس عنه؟ البول سكرين، الويك سايد، يعني حاجات فنيه بحته، بعيد هم بعاد عن بعض شويه. بس هي مدارس يعني. مدارس طبعا طبعا، مدارس طبعا طبعا، دماغه كبيره. بس انت شايف انه اقرب ما يكون للكوتش اشرف شويه، اللي هو فكره كوتش اشرف بالظبط، البامبات والسكرين والزابول، بتدافع هيدج وترجع، ممكن دبل تيم على حسب يعني، يمكن هي بتبقى الحاجات دي اكتر بالظبط. هو فلكسبل قوي كمان يعني، بمعنى يعني لو في لعيب مثلا هو شايف ان هو يعني هو السيستم بتاعه مثلا ان هو بيدافع على البول سكرين كده، بس هو شايف ان اللعيب ده احسن ان هو يدافع على البول سكرين كده، يخليه بالظبط يعني. هي دي اعتقد من اكتر حاجه مريحانا، هو فليكسبل بالظبط، ان هو فليكسبل مع كل اللعيبه وما بيطلبش حاجه مننا ما بنعرفش نعملها، يعني كل لعيب على قد امكانياته اللي بيعمله كويس هو بيخلينا نعمله، فاعتقد بيساعده بالتكتيك بيه بالظبط. فدي حاجه يعني بسطانه، بسط كل اللعيبه لغايه دلوقتي يعني. طب انت حاسس انه هادي على اللاين يعني، ما فيش ضغط على اللعيبه يعني؟ انا دايما بشوف كابتن او مستر اجوستي بوش على اللاين هادي، ما بيوجهش انتقاد للعيبه بشكل عنيف، انتوا حاسين بده؟ يعني هو طبعا هادي بس برضه بيوصل المعلومه طبعا يعني، لازم يوجهك بالظبط يعني، هو بيعرف يوصل المعلومه ازاي. يمكن في ماتشات، حتى الماتشات الوديه اللي احنا كنا بنلعبها الفتره اللي فاتت، وماتشات بطوله منطقه القاهره، في يعني لما بيبقى في غلطات او فرقه تانية مثلا تعمل عليها ران او حاجه ويطلب تايم اوت، ممكن مره يزعق، هذا طبيعي طبعا، مره يوجهنا بالراحه خالص يعني، فلكسبل وبتفاعل مع الماتش يعني بالظبط. طب رايك ايه في موضوع الاجانب يعني؟ كوتش يعني اجوستي معروف عنه انه بيجيد اختيار الاجانب، ليه؟ ايه السبب؟ يمكن اعتقد ترجع لما كان في برشلونه اعتقد، وممكن اعتقد بدايته قبل كده كمان، ان هو كويس قوي في الحته دي، ان هو عينه حلوه، عينه حلوه جدا، وبيعرف اللعيب الكواليتي بتاعته ايه يعني، بيعرف اللعيب مثلا ده بياخد بول سكرين كويس، اللعيب ده بيلعب بعيد عن الكوره كويس، اللعيب ده بيلعب بظهره كويس. فهو اعتقد ان هو بيفهم اللعيب بسرعه بالظبط، بيفهم اللعيب بسرعه وبيقراه وبيعرف يوظفه. فدي يمكن انت دفاعيا لعيب يعني من اللعيبه الموهوبه اللي نادر بتلاقي لعيب هجومي كويس، بتلاقي انت بتدافع كويس، ويمكن ارقامك العاليه في الستيلز، انت بتعمل ستيلز كتيره جدا، وكان في كره يعني جابوها في التقرير قطعتها انت وطلعت حطيتها دنك، فانت لعيب ثقيل ثقيل في الدفاع يعني. هل مستر اجوستي بوش ممكن يديك مهام دفاعيه كتير او يقول لك امسك لعيبه مهمه، ولا ممكن يبقى عايز يفرغك للهجوم والسكور؟
مش عارف، اعتقد دي هنشوفها خلال السيزون. يمكن عندنا بطوله العربيه كمان 10 9 ايام تقريبا، فاعتقد دي هتبقى اول حاجه بقى، اول تجربه. يمكن هذه الكره اول تجربه، هذه الكره دي القطعه اللي انت قطعتها من بوينت جارد في نص الملعب، دي كانت في ماتش افريقيا الوسطى. ده اول ماتش خالص. يعني اعدوها تاني يا جماعه، يعني انت ما شاء الله بتجيد، يا بص ستين بدون فاول، بالرغم ان هو يعني هو مش عارف يروح منك فين بصراحه. طلعت حطيت دانك، لا يعني الدفاعين انت ما شاء الله قوي. طيب خلينا نقول البطوله العربيه عايز تلعبها؟ طبعا بطوله قويه، طبعا بطوله قويه جدا، مستعدلها وبنستعدلها يعني كمان. اعتقد الاسبوع الجاي ده هيبقى اخر استعدادات لينا، هيبقى مهم جدا لينا. بطوله قويه جدا زي ما حضرتك قلت، عشان كل الفرق دي اول مشاركه ليك يا هاب مع الاهلي، هو ده اول الماتش. مشاركه وده الماتش الشهير من سنتين. ده زي امبارح. ده حسيت الايام بتجري. ها سنتين. بص يعني ده اول مشاركات ليك، ويمكن ده اول ماتش قمه ليك، كان قبل كورونا بقى وكان في جمهور وبتاع، شعري قصير وكان شعرك قصير. لا طيب قول لي بقى البطوله العربيه. البطوله العربيه طبعا اللي جايه دي يمكن هتبقى جامده جدا. كل الفرق اللي جايه، اولا في فرق كتيره جدا مشاركه، اعتقد 18 او 20 فريق، ده رقم قياسي. الناس جعانه. نفسها متشوقه باسكت. البطوله هتبقى قويه جدا. كل الفرق اللي جايه باتنين محترفين، يعني اتنين ولا تلاته؟ اتنين. حطيت في الماتش ده 40 بوند. لا صح؟ لا 35 يا راجل. فرقت ماشي، 5 بونت من عندي. البطوله هيبقى فيها 2 محترفين. طبعا فرق زي الفرق بتاعت الكويت والامارات، الدول دي بيجيبوا محترفين. فريق صالح ماجر هيجي اعتقد. اللي فيه وائل عرجلي. مش متاكد، هو ده اعتقد في الكويت بس مش عارف هيجي ولا بس انا سمعتش انه هيشارك. هو في فرقتين من الكويت. مش عارف هي دي فرقتهم جايه ولا، بس الفرق بتاعت الكويت والامارات بيجيبوا محترفين فيري هاي ليفل. طبعا بيبقوا فرق قويه. الفرقتين اللي جايين من تونس ولبنان طبعا دول في المقدمه طبعا. فالبطوله اعتقد هتبقى قويه جدا. وانتوا حابين تلعبوها ان شاء الله، تبقى استعداد كويس. طبعا. يعني احنا كان عندنا مشاكل السنه اللي فاتت واللي قبليها في الاعداد مع النادي، ان احنا ما كانش فيه بطولات قبل الدوري. بالظبط. التجربه في الدوري. وكان في فرق وكان في لعيبه كتير جديده السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها تدعيمات، فكنا بنخش في السنه على طول. فالسنه دي اعتقد ان البطوله العربيه في اول اعداد كويس. بالظبط، اعداد كويس جدا. وبرده هتورينا احنا فين. دي اللعبه الشهيره بقى كابتن، اللي هي ايه؟ ايوه اللعبه الشهيره. بص انت اتزنقت فاضطريت تحطها كده عشان تطلع من الموقف، وطلعت بره الملعب ورجعت خدتها. بص فما كانتش مقصوده يعني، مش دي جت سيتويشن. دي كانت يعني اللعبه دي والماتش ده كان شهاده ميلادك او تعارف او بطاقه تعارفك مع جمهور الاهلي. بالظبط. لما عملت اللعبه دي وطلعت بره الماتش لقيت الدوشه دي، قلت ايه؟ لا هو بعد الكوره دي حصل خناقه كبيره قوي. وكان في جماهير نزلت الملعب. صحيح. يعني انت استغربت قلت هو ايه اللي حصل ليه؟ طبعا. لا ده البنش كله جه من الناحيه الثانيه يجري. فيعني هو بص انت بتكمل لعبه عادي، انت شايف ان هي يعني ساعتها المحترف بتاعهم اصلا راح اخذ الكوره واخدها وراح كمل شوت. يعني يعني ما كانش هو ما استغرب الدنيا وقفت ليه؟ ما هو بيحصل كده اكيد قدامه كتير. هو هو يمكن يمكن كان اللي جري ده هيثم السحارتي، كان هو ده يمكن اللي كان بدايه. بس عايز اقول انه الماتش ده كان جميل، ان انت يعني عارف اول طالعه ليك. انا هبقى مين يا جماعه؟ بالظبط. هو يمكن زي ما اتكلمنا في الاول، الحمد لله ربنا كرمني ان اول ماتش طبعا مع النادي الاهلي اكيد بيفرق. يعني الناس مستنيه تشوف ايهاب راجع من امريكا، ايهاب رايح فين، ايهاب جه الاهلي، ايهاب طب مين ايهاب، هيعمل ايه. فان ده يبقى اول ماتش يعني كان بالنسبه لي مهم جدا. وبعد كده يعني كملت على كده وما شاء الله عليك، وكنت يعني في كل انتصاراتنا كنت بتبقى كويس، حتى في الماتشات اللي بنبقى غير موفقين بيبقى ليك دور كبير. طب انت هسالك سؤال بقى على المستوى الشخصي كده، بتخلص الماتش وتيجي تشوف احصائياتك ايه وكده ولا ما بتبصش؟ بشوف الاحصائيات، بس يمكن في ناس كتيره بتفتكر ان انت ممكن تشوف الاحصائيات، مثلا تشوف انت جبت كام بوينت، انت شوت كام كوره. بس انا اول حاجه بشوفها في الستاتس لما اشوفها الافيشنسي، يعني جبت شوت كام جبت منهم كام. بتحاسب نفسك طبعا. وبعدين برضو بعد كل ماتش انا لما باجي اتفرج على الماتش، حتى ماتش لعبه كويس ماتش لعبه وحش، ما بتفرجش على الحاجات الكويسه اللي انا عملتها او اقعد اعيدها، بتفرج على الحاجات اللي كوره تيرن اوفر مثلا، او كوره حد شالها لي بلوك، او كوره ضيعتها، او عملت حاجه. دي الكوره اللي انا بركز فيها وبقعد اعيدها كذا مره عشان ما تحصلش تاني. فهي دي اعتقد ان ده الهدف من انت تبص على الاستاتس. بالظبط. الهدف انت تبص من الاستاتس، والهدف انت تتفرج على الماتش. يعني احنا كده كده يعني مع النادي الاهلي ومع المنتخب عندنا بنتفرج وبنقعد قبل التمارين وقبل الماتشات كفرقه،
بس كلاعب برضو انا يعني لازم بزود ان بحاول اركز على الحاجات دي عشان دي بتفرق، يعني دي زيها زي التمرين بالظبط. صحيح صحيح. ايهاب انا استمتعت جدا باللقاء معاك بامانه، انت لعيب مؤدب جدا، انا متقربت منك حسيت قد ايه انت دمث الخلق يعني، ولعيب موهوب. كل التوفيق ليك، نورتيني وشرفتني يا ايهاب. ربنا يخليك، انا اسعد ان انا كنت موجود معاك النهارده، وان شاء الله نلتقي على بطولات كتير معاك يا رب. ان شاء الله قريب، ان شاء الله ربنا يحقق لك حلمك باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع نجمنا ونجم مصر في كره السله ايهاب امين، واحد الموهوبين اللي كتب اسمه ب زي ما بيقولوا يعني بحفر اسمه عند جمهور النادي الاهلي وعند جمهور كره السله في مصر كلها. اكيد بشكره وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال ونجم جديد في حلقه جديده باذن الله.